2008 طلب منا إكمال مخطط منطقي لعد ترديده 5. أول شيء، ما دام أعطى لنا مصدر VCC فهنا يجب علي تحويل قلابات جيكا إلى قلابات تي أو قلابات تعمل في حالة التبديل. في هذه الحالة جي أ وكا أ وجي بي وكا بي وجي سي وكا سي كلها تربط بالمصدر VCC، فحذاري أن تكتبها واحد واحد لأنه ألزمك بمصدر جهد VCC. هذا أول شيء. ثاني شيء، انظر إلى تركيب العداد المعطى فتلاحظون إشارة الساعة من مسؤول عنها أش، إذن هنا أكتب أش. وبما أن القلب الأول موصول بالأش فهو الوزن الأضعف، هو الذي يحسب البيت الأول بيت الأضعف. بعدها يجب علينا تصميم عداد تصاعدي. كيف نصمم عداد تصاعدي؟ بما أن جبهة نازلة يجب أن تربط بالمخرج الصاعد. متى يكون عدد تصاعدي؟ يجب أن تكون الجبهة مختلفة عن المخرج. إذا كان الجبهة نازلة يجب أن يربط بالمخرج الصاعد، وإذا كانت جبهة صاعدة يجب أن يربط بالمخرج النازل. فإذا تشابهت الجبهة مع المخرج فهنا يصبح عداد تنازل، فحذاري حذاري حذاري. هنا عند هذا الربط هنا صممت عداد ترديده 8. أرجع إلى تركيب تاعي، ما الذي آخر قلاب المربوط آخر قلاب ويسمى MSB وهو قلاب ذو وزن الأقوى. ثم نذهب إلى إرجاع الصفر، من مسؤول عن إرجاع العداد إلى الصفر؟ كما تلاحظون بوابة النور بمدخلين، مدخل أول راز ومدخل ثاني إكس 10، يجب اتباع هذا التركيب. إذا أكتب هنا راز وهنا أكتب إكس 10، فحذاري أن تربط البوابة بالمدخل بوابة نور، يجب اتباع تركيب المعطى. بقي علي إنجاز عداد ترديده 5. انطلاقا من الرسم كما تلاحظون الإجابة موجودة هنا، إذا المعادلة هي كي أ في كي بي بار في كي سي، أو بطريقة ثانية أن يساوي 5 بنظام عشري، أحولها إلى نظام ثنائي فأجدها تساوي 101، حيث البيت الأول هو LSB مسؤول عنه المخرج KA، والبيت الأخير هو MSB ومسؤول عنه القلاب C. إذن كم يوجد عندي واحد منطقي؟ لدي قيمتين، كنت أستطيع أن أرسم بوابة بمدخلين وأربطها بكي أ وكي سي فقط، لكن هنا أرغمني وأعطى لي بوابة بثلاث مداخل. ففي هذه الحالة كل قلابات تربط بالبوابة، حيث القلاب الأول يربط عن طريق كي أ، والقلاب الثاني بما أن قيمة تساوي صفر إذن هنا قيمة كي بي تكون قيمة منفية كي بي بار، إذن تربط مع البوابة عن طريق مخرج كي بي با، وآخر قلاب يساوي واحد منطقي إذا يربط كي سي، وهنا أكتب أن يساوي 5 بهذا الشكل، وهنا أنهيت تصميم عداد ترديده 5.